صباح الخير. صباح النور. اليوم درسنا مخلوط صلب مع صلب. صفحة 113، نفتح الكتاب على صفحة 113، نسوي فقرة استكشف. هاي الفقرة نحتاج بيها رمل، نحتاج بيها مصفات، كلها جايبينها هسه نشوفها. نحتاج بيها حبات من اللوبيا الجافة، عصا رفيعة، وأواني ورقية، وفاصولية جافة. ايش راح نسوي؟ هسه عندنا هذا الرمل. هذا الرمل. تشوفوا هسه أفر عليكم. رمل راح أخلط وياه حبات من الفاصولية. لا يا لا تشتري بعد ما صايرة ماركة. شوفوا ماما شنو أخذت؟ حبات. هسه أجيبها عليكم بس أشوف حتى اللي بالبيت. لحظة أوز. صار خليط من الرمل والفاصولية واللوبيا. خليط من الرمل والفاصوليا واللوبيا. هاي الرمل والفاصوليا واللوبيا هي شنو؟ مواد صلبة لو سائلة؟ صلبة. إذا هذا الخليط اللي صار عندي عبارة عن شنو؟ عن مواد صلبة مخلوطة مع بعضها البعض. هسه أفر عليكم شوفوا شنو مكوناته؟ رمل وفاصوليا ولوبيا، صح لو لا؟ صارت غير مواد؟ صارت غير مواد أمس؟ لو بقى بدك تشوف فاصولية؟ لو بدك تشوف غير شيء. فاصولية ولوبيا وشنو؟ ورمل. فاصولية ولوبيا ورمل. من خلطناها تحولت إلى مادة جديدة؟ تحولت إلى مادة جديدة؟ قولوا لي، إيش تشوفون أنتم؟ لا. إيش تشوفون؟ إيش تشوف؟ شنو المواد اللي تشوفها؟ فاصوليا وبعد رمل ولوبيا ورمل. فاصوليا ولوبيا ورمل تغيرت صارت غير مواد. زين هسه هاي ايش اسميه؟ مخلوط صلب مع صلب غير متجانس. ليش غير متجانس؟ لانه كل ماده احتفظت بخصائصها. الفاصوليا بقى فاصوليا ما صارت غير شيء، الرمل بقى رمل ما صار غير شيء. اذا اسميه مخلوط صلب مع صلب غير متجانس. هسه اذا اريد افصلها وارجعها مثل ما كانت اقدر افصلها؟ اول شيء اقدر افصلها بواسطه الغربال او المصفي، هذا اللي استعمله، اي مصفي استعمله، المهم به فتحات صغيره. راح اجي احطه على هالمكملات واحط، طبعا ما راح يبين بالكاميرا. اسوي حطيت الخليط كله، حطيت الخليط وين بالمصفي، ما يخالف بالماء. حطيت الخليط كله بالمصفي، شو اسوي؟ راح اصفيه، راح انخلش، راح ينزل لي ينزل بس الرمل. وشنو يبقى بالمصفات؟ يبقى الفاصوليه واللوبيا. اقدر افصلها بعد شلون؟ باستخدام اليد. احسنتي حبيبتي. اول شيء فصلت الرمل من الخليط الفاصوليه والرمل واللوبيا، فصلتها بايش؟ بواسطه المصفات. اللي بقى منو بقى لي؟ الكبار ما نزلت من الفتحات مال المصفات، بقت الفاصوليه واللوبيا. ابقيها لو اقدر افصلها؟ افصلها بواسطه ايدي، وهذا شيء يسموه الالتقاط باليد. اذا واضحه الفكره انه انا شلون اقدر افصلها وشلون انه الخليط بقت المواد مالته نفسها؟ مفهومه ماما؟ هسه نجي ناخذ بعد نماذج لمخاليط صلبه مع صلبه. نقلب الصفحه على صفحه 114. انطوني وحده من المحافظ مالتكم مال الاقلام. هاي شكرا. تقوم والله هسه. يلا، هاي شنو المحفظه بيها؟ بيها قلم، بيها مقطاطه، بيها مساحه. زين، هاي المواد صلبة لو شنو؟ صلبة. إذا من أخلطها مع بعض هي شنو؟ مخلوط صلب مع صلب غير متجانس. من خلاطتها المقطاطة صارت مساحة؟ لا. القلم تحول إلى مقطاطة؟ لا. فقط كل مادة محتوى
صندوقة كل مادة محتفظة بخصائصها. شكرا حبيبي. بعد ما ناخذ خليط الله، نشارة الخشب ما قدرت اجيب لكم اياها ان شاء الله على درس الجاي. نشارة الخشب ومرادة الحديد، مرات من يشتغل النجار يطلع من الخشب فتات صغار مثل الفتات، هذا شو نسميه؟ نشارة الخشب. نفس الحالة بالحداد من يشتغل، تطلع من الحديد قطع صغار، لكن هي شنو؟ هي حديد. من اجي اخلطها مع بعضها البعض، اثنينها صلبة، اذا هو شنو؟ مخلوط صلب مع صلب غير متجانس. من خلطته الحديد صار خشب او الخشب صار حديد؟ لا لا، بقت كل مادة محتفظة بخصائصها، بقى الحديد حديد والخشب خشب. اذا مخلوط صلب مع صلب، كل مادة تكون محتفظة من اخلطها محتفظة بخصائصها، ممكن انه ارجعها الى وضعها الاصلي، ممكن انه افصل المواد وارجعها مثل ما هسه فصلنا الرمل عن الفاصولية عن اللوبيا. مخلوط صلب مع صلب غير متجانس هو مخلوط من مادتين، هاي المادتين ممكن انه ارجع افصلها تبقى محتفظة بخصائصها الاصلية، وممكن ارجع افصلها بطرق متعددة. هسه نجي ناخذ شنو الطرق. بعد شنو عندي؟ عندي اي مادتين مثلا هذا خليط المكسرات اللذيذ اللي هو شنو؟ الله. اللي هو شنو؟ مثلا جوز واللوز والبندق. زين هسه اعطيكم الجوز واللوز والبندق بالفرصة مو هسه، وفستق. هذا مو مواد صلبة؟ صح لو لا؟ من حطيتها خلطتها تغيرت صارت غير مواد؟ لا. لو بقى البندق بندق والفستق والجوز كله بقى على حاله. إذن هاي شو سميها؟ مخلوط صلب. وياي مخلوط صلب مع صلب غير متجانس، تبقى كل مادة محتفظة بخصائصها الأصلية، ممكن إنه أفصلها بعدة طرق. نجي على الطرق اللي ممكن أفصلها بيها. ها أوز حبيبي. تقولين على هذا صدارة تراب أصلا، هذا مو رمون. ما يخالف، احنا بقدر الممكن انه ما قدرنا نجيب رمون جبنا تراب، بقدر الممكن انه نوصل لكم الفكرة بوسائل الإيضاح الموجودة. لا تقولين ترابا رمون مو رمون. لا رمون هو يشبه الرمون، ما دام ينزل من المصفي هو مثل الرمون، يعني أوفى بالغرض. هسه نجي على شنو؟ نجي على طرق فصل هذه المواد. أول طريقة، شوفوا هذا الطالب الحباب راح للسوق وجاب الماما وصته على حمص. من إجي جاب الحمص لقوا فيه قطع صغار من الحصب. إيش سوينا؟ إيش سوينا؟ نذبه بالزبد؟ لا. لو نحطه بالصينية ونقعد شو نسوي؟ شوفوا هو شو يسوي؟ ده يفصل قطع الحصى الموجودة مع الحمص، يفصلها بيش يفصلها؟ بإيده. مثل ما فصلنا الفاصولية عن اللوبيا الحمراء، مثل ما فصلنا الفاصولية عن اللوبيا الحمراء، قدرنا نفصلها بيش؟ بواسطة الالتقاء باليد، بواسطة الالتقاء باليد. إذن أول طريقة لفصل مخلوط صلب مع صلب، أول طريقة هي شنو؟ الالتقاء باليد. أول طريقة شنو؟ الالتقاء باليد. أي مخلوط صلب مع صلب ممكن إنه أقدر أفصله بإيدي، فهي أول طريقة هي شنو؟ الالتقاء باليد. الطريقة الثانية اللي جوا اللي هي شنو؟ الغربال. شوفوا الصورة مال العمال، هذا الغربال شايفين أغلبنا إحنا إذا أكو عمال أو بناء قريب عن بيتنا. هذا الغربال شوفوا نفس فكرة المصفي اللي استخدمته، نفس الفكرة، نفس الفكرة إنه الأشياء الكبيرة تبقى بالغربال والأشياء الناعمة تنزل. هنا يريدون مثلا جابوا للبناء، جابوا رمل. الرمل شنو بي؟ ما يكون نظيف الرمل وحده، احتمال تكون بي قطع من الطابوق او قطع من الحصى، فهم ما يفيدهم بالبناء، لازم ياخذون الرمل نظيف. فشي يسوون؟ يحطوه بالغربال. هذا الغربال يكون مساحته كبيره مثل فكره المصفي، يحطون المخلوط اللي هو شنو؟ مخلوط رمل والحصو والحجار كله بي بالغربال. ايش راح ينزل لي جوا؟ ايش ينزل من الغربال؟ ينزل الرمل، وتبقى شنو؟ القطع الكبار اللي فوق تبقى داخل الغربال. اذا قدرنا نفصله لو ما قدرنا نفصله؟ لا.
إذا الطريقة الثانية بعد الالتقاط باليد، الطريقة الثانية هي الغربال، وقدرنا نشوفها إحنا بشكل مصغر من غربلنا الفاصولية والحمص من الرمل. الطريقة الثالثة نقلب الصفحة. الطريقة الثالثة اللي هي المغناطيس. المغناطيس إيش تتوقعون بالمغناطيس؟ إيش أفصل يا مواد؟ عفية حبيبي، الحديد. الحديد المخلوط اللي فيه شنو؟ الحديد اللي مثل ما قلنا احنا شنو مخلوط؟ برادة الحديد مع نشارة الخشب. وهم جبت لكم مثال مقرب لها، جبت لكم مخلوط هذا براغي او تعمير حديد. يعني هسه هم اراويكم اياه، بس خلينا نشوفه اول شيء بالكاميرا. هذا المخلوط هو عبارة عن ازرار بلاستيك، هاي الازرار الملونة بلاستيك وياها براغي حديد، خلطتها مع بعضها البعض. زين خلطتها مع بعضها البعض، شلون اريد اجي افصلها؟ شوفوا المغناطيس، اي خليط، هذا المغناطيس، اي خليط بيه حديد ممكن افصله. شوفوا شلون هسه شال لي المسامير وبقت بس، خلي شوي نقرب لانه شال المسامير، وش بقى؟ بقى الازرار البلاستيك. اذا قدرت افصلها لو لا؟ قدرت افصلها لو لا؟ بواسطه المغناطيس. ليش؟ لانه حديد. اي مخلوط بحديد افصله بواسطه المغناطيس. شوفوا هسه خل اقرا عليكم، هذا بلاستيك وهذا حديد، هذا بلاستيك وهذا حديد. من اريد افصله مجرد اقرب المغناطيس على الحديد انفصل. عجبني اسوي هاي التجربه، اجيب اي شيء حديد واجيب اي مغناطيس، اي واحد. هذا بلاستيك، ازرار بلاستيك، ومسامير او براغي، وهذا المغناطيس. زين، اذا الطريقه الثالثه هي شنو؟ اي مغناطيس. انتبهوا وياي، صارت كم طريقه عندي؟ الالتقاط باليد، الغربال، المغناطيس. نجي على الطريقة الرابعة اللي هي الهواء. شايفين مرات بالأفلام يطلع الفلاح؟ شو بس شوفوا لي الصورة، شوفوا لي الصورة. اكو أداة اسمها المذرات، أداة اللي لازمها الفلاح اسمها المذرات. هاي الأداة شو يسوي بيها؟ عندنا مخلوط السنابل، السنابل مالتها السنابل تكون بيها قمح. يعني اسنان؟ لا، السنبلة مال السنبلة، السنابل اللي تحتوي، لا زرق، زرق. شوفوها السنابل هي شنو؟ حبات القمح يريد يفصلها عن السنابل مالتها اللي تحتويها. السنبلة يعني هي القمح ويا الغصن مالتها او القشر مالتها. فالفلاح شو يريد يسوي؟ يريد يفصل السنابل عن القمح. شلون يفصلها؟ يفصلها بواسطة انه هاي اداة اسمها المذرات. وين يشفرها؟ بالهواء، يرميها بالهواء مثل الصورة. ماما باعوها مثل الصورة. فالقمح يكون يعني وزنه ثقيل، اثقل من القشور مالته. فالقشور تطير بعيدة، السنبلة تطير بعيدة، والقمح يبقى. فيمكن فصل هذه المواد، شوفوها في الصورة، يشمرها بالهواء بواسطة أداة اسمها المذرات. الخفيفة السنابل راح تطير، بينما القمح راح يوقع يمه. هاي الطريقة يسموها طريقة الهواء، يستخدم الهواء تنفصل السنابل عن القمح. مفهومة ماما؟ إذا هاي الطريقة الرابعة اللي هي شنو؟ الهواء. صارت عندي التقاط باليد، الغربال، المغناطيس، الهواء. آخر شيء عندي الطفو. آخر شيء عندي الطفو. الطفو. أجيب كلاس مي. هسه الدرس الثاني إذا جبنا نشارة خشب نرجع نعيد نسويها. كأس من الماء وأحط به نشارة الخشب وأخلطها. هاي شلون أفصلها؟ أفصلها بواسطة طبعاً رمل وخشب. رمل وخشب. زين؟ الرمل والخشب من اخلط مخلوط صلب مع صلب. شلون افصلها؟ اضيف لها مي. شلون افصلها؟ اضيف لها مي. شنو اللي راح
راح يصعد لي فوق، من اللي يطفو؟ الخشب، الخشب راح يطفو إلى الأعلى، والرمل هم يطفو، شايفين الرمل؟ الرمل وين يصير؟ في قعر الإناء. إذا من عندي خليط، الخليط شنو هو؟ نشارة الخشب، نشارة الخشب مع الرمل. هاي لا عندي مغناطيس، لا عندي حديد حتى استعمل مغناطيس، ولا أقدر بإيدي لأنه هو اثنينها ناعم، نشارة الخشب والرمل اثنينها ناعمة. إيش راح أسوي؟ هذا الخليط راح أضيف له شنو؟ أضيف له مي. من أضيف له مي إيش راح يصير؟ الخشب بطبيعته شنو هو؟ يطفو. راح يطفو وين؟ فوق سطح الماء. بينما الرمل هم يطفو؟ لا، راح يستقر في قعر الإناء. وبعدين أشيل الخشب، نشارة الخشب، وأوخر المي راح ينعزل الخشب على الرمل. هاي الطريقة اسمها شنو؟ الطفو. هذه الطريقة اسمها الطفو. هسه نجي نرجع نراجع التعريف مع مخلوط صلب مع صلب غير متجانس شوية وياي. هو شنو؟ هو مادتان صلبتان أو أكثر تخلط مع بعض وتحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية. نرجع، ما هي مخلوط صلب مع صلب؟ هو مادتان صلبتان أو أكثر تخلط مع بعض وتحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية. شنو يعني تحتفظ كل مادة بخصائصها الأصلية؟ ها حبيبي، يعني الفاصولية صارت ظلت فاصوليا، احتفظت بخصائصها. والحمص اذا خلطنا يبقى حمص، والكرزات من خبطناها من شفنا الخليط شنو تبقى. اذا تحتفظ كل ماده بخصائصها الاصليه. صارت ماده جديده؟ لا، احتفظت كل ماده ويمكن انه افصلها. ما هي طرق الفصل؟ شكرا حبيبي لي. ما هي طرق الفصل؟ خمسه طرق فصل. شنو هي؟ الالتقاط باليد، الغربال، المغناطيس، الهواء، الفضل. وشفنا كل طريقه واخذنا مثال عليها. زين، هسه هذا الخليط اللي بالصوره صفحه 117 شنو نوعه؟ ما هو المخلوط؟ هنا المخلوط هذا شنو هو؟ عباره عن حديد، قطع من الحديد. اذا هو صلب مع صلب. اذا مخلوط ويا قطع مثل هاي شنو هاي؟ يعني سكراب يسموه، سكراب مع الحديد. مخلوط ويا احتمال خشب، احتمال نايلون. زين انا شلون هذا افصله برايكم؟ بالمغناطيس. اكو مغناطيس ممكن انه نحطه على الرافعه، مغناطيس يكون حجمه كبير، وممكن انه نسحب قطع الحديد وممكن انه نفصلها بالخليط. مفهوم درسنا هذا اليوم؟ الدرس الجاي ان شاء الله يجيكم ملخص مع حل مراجعه الدرس. شكرا، شكرا لكم.